للاستمتاع بتجربة 4DX آمنة وممتعة، نطلب منكم اتباع تعليمات السلامة الجاية. الأطفال اللي طولهم أقل من 100 سنتي وعمرهم أقل من 4 سنين مو مسموح لهم بالدخول الأفلام 4DX، أما اللي طولهم أكثر من 120 سنتي يقدرون يدشون مع أهاليهم. ما ننصح النساء والحوامل وكبار السن واللي يعانون من أمراض القلب وألام الظهر والرقبة أو أي مشاكل صحية من حضور أفلام 4DX. ديروا بالكم إذا كان عندكم أغراض خاصة ممكن تنكسر، لأن الكراسي راح تتم التحرك. تجربة الـ4DX تتحرك فيها الكراسي مع مؤثرات وايد مثل الماي والإضاءة وفقاعات الصابون والهواء. لا تحاتون، الماي نظيف، بس ديروا بالكم ولبسوا ملابس ما تخترب بالماي. إذا ما تبي يحوشك ماي تقدر تطفي هالخاصية باستخدام الدقم اللي موجودة على السنادة اليمين كرسيك. نرجو منكم انكم تسكرون اغطية المشروبات الخاصة فيكم طول الفيلم. المشروبات الحارة ممنوعة داخل السينما خلال استمتاعكم بتجربة الـ4DX. لسلامة اطفالكم، كراسي الاطفال ممنوعة داخل قاعة السينما، لان الكراسي راح تقعدون عليها راح تتم التحرك وممكن تأذيهم. تكفون قللوا من الحركة ولا تحوسون وايد وقت الفيلم، ولا توقفون على سنادة الريول. والحين حان وقت الاستمتاع بتجربة أفلام الـ4DX.